لسلامة الملك أفتتح هذه الجلسة الرسمية وأعطي الكلمة للسيد وكيل الملك. سيد الرئيس، السلام عليكم. ألتمسكم منكم سيد الرئيس تعيينا قاضي ولايتكم محترمة، كما أني بدوري أعين السيدة جهاد أعداء نائبة وكيل الملك بمصاحبة الأستاذ مهدي الإدريسي الذي قرر جلالة الملك محمد السادس حصره الله وأيده تعيينه قاضيا للمحكمة الابتدائية بمشرع مقصري، ثم إصدار أمركم للسيد كاتب الضبط لتلاوة سند تعييني وبالالتحاق بالقاضي المعين بعد ذلك في الأمير، والأمر بتحرير كل المعارج في هذه الجلسة في القريب للرجوع إليه عند الحكم. مجلس الأعلى للسلطة القضائية الغلاف في 18 أبريل 2023، كتاب رقم 3592 على 5 ألف سين قاف. من الرئيس المنتدب المجلس على السلطة القضائية إلى السيد المدير الإدريسي المحقق قضائي المعهد العالي للقضاء تحت إشراف السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء. الموضوع تعيينكم بالسلك القضائي. سلام تام بوجود مولانا الإمام وداع. وبناء على نجاحكم في اختبارات نهاية تمييز المحقق القضائي المتميز فوق الرابع والأربعين. وبناء على القرار الذي اتخذه مجلس أمن السلطة القضائية خلال اجتماعاته الأخيرة برسم دوام صباح الخير 1444 موافق جوتمبر 2022 لتعيينكم في السلك القضائي وموافقة الجناب الشريف اسمه الله عزاء الله. الله يبارك في مرشدي، الله يبارك في مرشدي، الله يبارك في مرشدي. وراعيا لمنتدبه المصلحة القضائية أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم قاضيا للمحكمة الابتدائية بمشرع المقصيري، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بالمحكمة بقوة بمجرد توصيلكم بهذا الكتاب، متمني لكم كامل التوفيق والنجاح في مساركم النهائي والسلام. الرئيس المنتدب مجلس أمن السلطة القضائية محمد عبد النبوي. أطلب من سيد القاضي المهدي الإدريسي بأخذ مكانه بين الهيئة القضائية. باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بناء على دستور المملكة وخصوصاً الفصل 177 بعده، وبناء على كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 3592 على 5 ع ع ق المؤرخ في 18 أبريل 2023، الذي بمقتضاه صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف أسماء الله وأعز أمعه. الله يبارك في مرشدي، الله يبارك في مرشدي، الله يبارك في مرشدي. بالموافقة على مقترح المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال اجتماعه لرسم دورة شتنبر 2022 لتعيين السيد المهدي الإدريسي في السلك القضائي والذي تلي بهذه الجلسة العمومية، نصرح بأن السيد المهدي الإدريسي قد نصب في منصبه يومه الخميس 27 شوال 1444 موافق 18 مايو 2023 على الساعة 2:30 بعد الزوال بقاعة الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية المشرع بالقصر. ونرحب به مذكرين إياه باليمين القانونية التي أداها والتي تفرض عليه الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامه بوفاء وإخلاص والمحافظة على سر المداولات والسلوك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص. نرجو الله جلت قدرته أن يوفقه لأداء مهمته بمصاحبة السيد المهدي الإدريسي لهذه القاعة.